بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. شخصية هذه الحلقة أول سفير في الإسلام، كان يعيش منعما مترفا، كان من أنعم وأترف فتيان مكة. أمه كانت تدلله، تعطيه كل شيء، فما أجمل الثياب التي يلبسها، وما أحلى الروائح التي يتعطر بها. مترفا منعما مدللا، أول ما سمع بالإسلام أسلم. أي قلب حي هذا؟ ما صده الترف؟ ما صده النعيم؟ ما منعه ما يراه من حياته وحياة المؤمنين من أن يسلم مباشرة؟ سمعت أمه فغضبت: أو تجرأت على أن تصبأ وتترك دينك؟ قال: نعم يا أمي، أسلمت. قالت: لن تسلم ولن أدعك. قال: أسلمت يا أمي، خلاص انتهى الأمر، أسلمت. تدرون ايش سوت فيه؟ حبسته، حرمته من كل نعيم، منعت كل متع الدنيا عنه حتى الطعام والشراب، جوعته، عذبته، سجنته. كل هذا تفعل في من؟ في فلدة كبدها. ليش؟ لأنه اختار الإسلام. أي ظلم هذا من الأم لابنها؟ لأنه فقط اختار الإسلام تفعلين فيه كل هذا؟ هل تراجع مصعب ابن عمير؟ هل ترك دينه؟ هل خاف أن يكمل ويحرم من هذا النعيم؟ ما يهم النعيم، ما يريد كل هذا النعيم الذي أعطته أمه إياه وحرمته أمه من هذا النعيم، ما يبالي ولا يهتم، تحمل كل هذا العذاب في سبيل الله عز وجل. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صبر مصعب بن عمير على هذا العذاب وعلى هذا الأذى. أمه حرمته من كل شيء، حتى لبس ثوبا رقيقا وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة ومع الفقراء ومع المساكين. يقول الإمام علي رضي الله عنه، يقول مصعب: رأيته يوم من الأيام جالسا في المسجد مع أهل الصفة، رأيت عليه ثوبا مرقعا. يقول: فبكيت. ليش بكى الإمام علي؟ بكيت، هذا وين كان؟ وين عايش؟ وشنو الآن؟ هذا الشاب المترف المنعم الثري الغني الحين عليه هذا الثوب المرقع، ما عنده طعام يسد به جوعه. إنه مصعب ابن عمير وكفى. أسلم بعض أهل المدينة في ذلك الوقت قبل الهجرة، أسلم بعض أهل المدينة وبايعوا النبي في العقبة بيعتين. كثر المسلمون في المدينة، بدايات الآن يعني تشكل الدولة الإسلامية، للحين ما أذن الله لنبيه بالهجرة. هؤلاء أهل المدينة يبون يتعلمون الدين، قالوا حق النبي صلى الله عليه وسلم: أرسل لنا أحدا نتعلم الدين، إحنا ونساءنا وأطفالنا يتعلمون الدين. من أرسل النبي إليهم؟ أول سفير يعلم الناس دين الله جل وعلا. من كان أحق بها وأهلها؟ إنه مصعب بن عمير. يا مصعب، لبيك يا رسول الله، اذهب إلى المدينة. لما؟ قال: اذهب علمهم دين الله، علمهم القرآن، علمهم السنة، علمهم الصلاة، علمهم الوضوء، ادعو إلى الإسلام من لم يدخل في دينه، أخبرهم أن الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق، علمه النبي. وإذا بمصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، شوفوا من وين خرج. ترك بلد آبائه وأجداده، ترك بيته، ترك مكة التي عاش وترعرع فيها. وين رايح؟ رايح بلاد بعيدة لا يعرف فيها أحدا ولا يأنس فيها بأحد،
ولا يألف فيها أحد ولا يقرب له أحد. ذهب إلى المدينة غريبا وحيدا، ليش؟ يدعوهم إلى الله جل وعلا، كأن فيه شيئا من المؤمن في بني إسرائيل. وجاء من أقصى المدينة رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إنه من؟ مصعب بن عمير. سادات الأنصار أسلموا على يده. سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، وسيد بن حضير، كثير من سادات الأنصار، سعد بن عبادة وغيرهم، أسلموا على يد من؟ على يد مصعب بن عمير. يعلم نساءهم، يعلم أطفالهم، يعلم رجالهم، ما ترك بيتا إلا ودخله. هكذا الدعوة وإلا فلا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ ما في في الأرض كلها. قل لي أسألك، من أحسن وما أحسن وظيفة على وجه الأرض؟ الدعوة إلى الله. شوف الإنسان الغريب، لكن ليش مهاجر؟ علشان يعلم الناس دين الله. يأتي إلى المجالس، ويأتي إلى المنتديات، ويأطرق على الناس بيوتهم. الدعوة إلى الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إنه مصعب ابن عمير في معركة بدر، وقد شهد معركة بدر، أول معركة، يوم الفرقان. تدرون اللي صار بعد المعركة؟ كان للصحابة أسرى من المشركين، أسروا الكثير من المشركين. انتصر أهل الإيمان في بدر. بدر أي سنة؟ السنة الثانية للهجرة. انتصر أهل الإيمان على أهل الكفر وأسروا الكثيرين من المشركين. كان من الأسرى رجل اسمه أبو عزيز ابن عمير. أبو عزيز ابن عمير أخو منه؟ أخو مصعب ابن عمير. هذا مشرك وذاك مؤمن. أبو عزيز لما مر عليه مصعب ابن عمير، كان أسير ماسك واحد من الصحابة، أبو عزيز شاف مصعب، ناداه، قال يا أخي تعال، يا أخي. قال ما تريد؟ قال قل له يفك قيادي، يعني يفك قيدي، يطلعني، أنا أخوك، أنا أبو عزيز أخوك. تعرفون ماذا قال؟ قال مصعب ابن عمير للصحابي الذي قد قيده، تدرون ايش قال مصعب؟ قال شد عليه وثاقه، شد عليه، فإن له أم تعطي، ترى أم غنية راح تعطيكم بهذا الأسير أموال. فتعجب أبو عزيز، قال ويحك، أنا أخوك تقول هذا في أخيك؟ قال له مصعب لا، أنت لست بأخي، هذا أخي. الله أكبر. إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل، إنه عمل غير صالح. الله يقول لنوح لما قال هذا ابني، قال لا، هذا مو ابنك، هذا عمل غير صالح. مصعب عنده هذه العقيدة والولاء والبراء، قال لا، أنت مو أخوي، أخوي اللي ماسكك، أخوي اللي مقيدك، أخوي الذي الآن فوق رأسك. ترى هذا الإيمان لما يدخل في القلب يصير الإيمان في شيء اسمه ولاء. كل مؤمن على وجه الأرض أخي. صح، ما نظلم غير المسلمين، ما يجوز لك أن تظلم إنسانا غير مسلم، اعدل مع الناس جميعا، ولكن في وقت الحق هذا الذي أخي وليست أنت. مصعب بن عمير رضي الله عنه في معركة أحد كان يحمل اللواء. تدرون ايش صار في أحد؟ اختلط الحابل بالنابل، وانتشرت إشاعة أن الرسول قتل، فانهارت النفسيات وانهارت المعنويات، الغبار ثار، الصحابة ما يدري ايش قاعد يصير اللي هني، ما يدري ايش قاعد يصير هني. انتشرت إشاعة، والشيطان كان يصيح أن محمدا قتل، فظن الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل. مصعب بن عمير طبعا بعض الصحابة جلس، بعضهم تراجع، بعضهم مو قادر يسوي، والبعض قتل.
مصعب بن عمير كان يحمل اللواء، ما نزل اللواء من يده أبدا، كان يقاتل ويقاتل وهو يضرب حتى قطعت يمينه، فمسك الراية بشماله وقرأ: وما محمد إلا رسول إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مصعب رضي الله عنه يقرأ الآية وقطعت شماله، ثم سقط على الأرض وقتل رضي الله عنه وأرضاه، قتل في أحد من الرجال الذين قضوا نحبهم. لما حمل والنبي بكى عليه، لما حمل ليدفن شافوا ثوبه ما في قصير، يغطوا الرأس تطلع رجله، إذا غطوا رجله تبدو رأسه، ثيابه مرقعة. هذا الفتى المدلل، هذا الغني الثري مات وما وجدوا شيئا يكفنوه فيه، ما يقدرون يغطون يا رجله يا رأسه، غطوه ببعض الأعشاب والنباتات حتى يدفن. غطي مصعب، بكى الصحابة عليه. عبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنة بعد سنوات وهو صائم يبي يفطر، قرب الطعام إليه بكى، قال: ليش تبكي؟ قال: تذكرت مصعب، مصعب لما مات ما وجدنا شيئا نكفنه، وأنا الآن جالس وعندي هذا الطعام. هكذا أحبه الصحابة، وأحب الصحابة أول سفير في الإسلام. في الحلقة القادمة عندنا رجل من السباقين في الإسلام، من الفقراء المساكين الذين دخلوا في الإسلام مبكرا، من الذين جلدوا وعذبوا في سبيل الله. هذا الرجل أحرق ظهره في سبيل الله، من هذا الرجل الذي وضع على الجمر حتى سال الشحم على الجمر فأطفأه، كل هذا في سبيل الله، من الفقراء السباقين الذين عذبوا وأحرق في بداية الدعوة في مكة إلى الله جل وعلا. هذا موضوع حديثنا في الحلقة القادمة، من هذه الشخصية؟ كونوا معنا، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا هم كالطيب يهدي يهدي للقلب السرور، أخلصوا قولا وفعلا واتقوا يوم النشور، عزمة الإيمان فيهم أقوى من كل الصخور، من خطاهم لجنة التعريف تقبسُ